الأستاذة ليلى ربيع، مقدمة برنامج الوجه الآخر في قناة الأرض المشرق. اللي بتعمليه وبتقدميه في هذا البرنامج متعب للأسف الشديد. أنت يا بنتي ما دخلتيش مؤسسة إعلامية قائمة على عملية القائمة على عملية التهذيب والتربية الوطنية للأسف الشديد. يا بنتي اللي تقدمي في هذه البرامج فتنة، اللي بتقدمي ذا تاجيج لصراعات وتاجيج صراعات في اليمن. ليه اليمن كفاية وقع وكفاية استهبال وكفاية افتراء. الرسالة الإعلامية والبرامج الإعلامية في القنوات التلفزيونية إذا ما تتقيد بمواثيق الشرف للإعلام العربي والإعلام اليمني، هذه جريمة كبرى ستي.